زاوية وياخد الضفة الأساس الضفة الغربية. نعم. الضفة الغربية الشطارة هنا ما تمكنوش، يعني ما تمكنوش من ده. وإذا كان من لازم تحارب، حارب متحد، حارب جبهة واحدة، مش بالكلام يعني. حضرتك بتتكلم على الفلسطينيين؟ بتكلم على الفلسطينيين وحدة بالأساس. واحدة. طبعًا. لسه الانقسام موجود ولا كله بيشتغل؟ يعني الرئيس محمود عباس موجود النهارده في قطر بيشارك في المؤتمرات، ولكن ما فيش اتصال مع حماس أو مع المقاومة. طب ما ده كارثة. كارثة. طبعًا. يعني شوف، اللي عايز يعمل دولة ودولة مستقلة لازم يكون فيها مكان واحد للسلاح. مفيش حاجة اسمها السلاح كده كل واحد يتصرف زي حمدتي وزي مش عارف مين في دول مختلفة يعني. نعم. ده كلام غير وطني وغير مناسب للحال ولا للكارثة اللي ممكن تحصل لو انه سوء الحساب حدث هذه المرة. ولابد يعني يبقى في نوع من انتهاز الفرصة اللي بتتيحها مصر وبتتيحها العالم، انه ابتدى يتكلم عن دولتين، دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية. ما كانش موجود بمثل هذه الصراحة وهذا التكرار منذ مرة واحدة قال جورج بوش الابن في يونيو أظن 2004 حاجة زي كده 2003، إنه هو عايزين دولة فلسطينية. بعدها ما حدش بقى يقول دولة فلسطينية. لكن نتنياهو نفسه قال لك لا، مش هقبل بدولة فلسطينية. معظم حكومته مش مع دولة فلسطينية. المجتمع الإسرائيلي مش مع دولة فلسطينية مستقلة. ما هو ده يعني إلا إذا ادينا له صفة الآلهة، إنه الكلام اللي يقوله هو أوامر وهيتحقق، هتقوم الدولة الفلسطينية إذا أراد الفلسطينيون قيامها. القرار مش في إيد نتنياهو، القرار في إيد الفلسطينيين. يعملوا إيه؟ دولة تقام يا أستاذ أحمد. الدولة كانت في إيديهم إن هم عندهم بعد أوسلو يبنوا دولة بمؤسسات، بمدارس، بجامعات. هو اليهود عملوا إزاي؟ اليهود عملوها في 100 سنة علشان يعملوا دولة. بدأت الدولة بجامعة الجامعة العبرية، بالكنيست، بالأحزاب، بالنقابات، بالجمعيات الأهلية، يعني حاجات إنتاجية، زراعة ومش عارف إيه، تخنيون، بناء علمي وبحوث علمية. هي كده الدولة. إحنا عملنا إيه؟ مصر عملت إيه بين تصريح 28 فبراير سنة 22 لغاية ما مشوا الإنجليز في سنة 56؟ عملنا إيه؟ عملنا دستور، عملنا برلمان، عملنا حكومة، عملنا بنوك، عملنا بوسطة، عملنا كورنيش اسكندرية، عملنا عشرات الحاجات اللي هي تمت. بنينا جيش بتاعنا تدريجيا. الجيش بتاعنا هو اللي عمل ثورة 52 بعد. نعم. كده وأدى. نعم. إلى أنه في الآخر بعد عملنا معاهدة 36 ولغينا معاهدة 36 وبعدين رجعنا. قعدنا تقريبا 50 سنة علشان تحقق ده وتبني الدولة. الفلسطينيين للأسف الشديد من الأول، يعني الواحد يرجع للشباب وشوية لما كنا في الجامعة زمان، احنا طبعا فلسطينيين كنا مندفعين ومظاهرات ومساندة، وحتى بعد 67 كانت فلسطين في ذهننا، يعني رغم ان مصر بقى ابتدت تاخد الأولوية بعد 67. نعم. انما فوجئنا لما لقينا انه في حاجه اسمها فتح وحاجه اسمها الجبهه الشعبيه، وبعدين الجبهه الشعبيه انقسمت بعد بين الجبهه الشعبيه والجبهه الديمقراطيه والصعقه والمش عارف العربيه ايه. يا جماعه يعني الكلام ده ايه؟ مفيش يعني. ومع ذلك نتيجه 73 كسبوا انه الرئيس عرفات بقى في الامم المتحده. نعم. وبيتكلم للعالم كله يقول يعني أنا في إيدي بندقية وفي إيدي غصن الزيتون، يعني ما تسقطوش. نعم. غصن الزيتون من يدي. نعم. قالها سنة 74 يعني. فكانت الفرصة موجودة، إنما ولا تزال الفرصة موجودة. يعني لو إحنا عندنا كلام جد يعني في الوقت الحالي، لا ينبغي إن يبقى فيه الرئيس، هو رئيس واحد، رئيس السلطة الشرعية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. مفيش واحد ياخد قرار الحرب والسلام من غيره.